لجنة ولجنة، كل لجنة مشت على روحها وحدها، معناها ما فماش التوافق بين اللجنتين حتى يمشيوا ويعاينوا عن كثب مدى يعني شنو اللي صار بالضبط. ثم اثنين، وزارة الصحة تقول مش مسؤوليتي، والشركة التونسية للكهرباء والغاز تقول مسؤوليتي. السؤال ونقطة الاستفهام الكبرى، مسؤولية من؟ السؤال مطروح لكم انتم. احنا سي فوزي احنا مستعدين نشتغلوا مع بعض، ماشي حتى اشكال. احنا مربوطين بعقود مع المؤسسات، عندنا حقوق وعندنا واجبات معاه، معناها يلزم احنا نقرب لبعضنا، ومستعدين احنا كشركه تونسيه للكهرباء والغاز معاها مع لجنه مستقله اخرى ما اللي يحب عليه، ونعملوا التحقيقات اللازمه ونطلعوا منين السبب هذا العطل اللي صار في المحاولة المولد هذا، وكل انسان ياخذ يضمن حقوق الغير، وثم حقوق ما لازم تكون معناها مضمونه نتاع الخيان، ما ثماش حتى اشكال. حقوق ضمان، حقوق ضمان، حقوق الغير، ضمان حقوق المتوفي. هو اللي بيناتنا، معناها هو اللي معناها مسؤوليه نتاعنا الكل عليه هو، معناها ان شاء الله لجنه ضمان الحقوق نتاع اللي توفاو تكون على الاقل منبثقه منكم الاثنين وتدرسوها مع بعضكم. يعني معناها جاتنا مراسله، معناها في نهار الوقت الحاضر جاتنا مراسله مع المدير الجهوي ومن عند المدير المستشفى نتاع، فخرجنا معناها المره الجايه نولي ان شاء الله على ذمتكم. احنا ما حتى اشكال، احنا يبقى ديما مؤسسه مواطنه، معناها واحنا معناها ما نخبيو شيء، الا موجود نعلموه، معناش معنا الحمد لله حتى المشتركين يعرفوا المصداقيه اللي عندنا، وما ثم حتى اشكال. كان نكونوا احنا مخطئين نقولوا مخطئين، كان نكونوا احنا مش مخطئين مش نقولوا مخطئين، واحنا معناها الموضوع خارج علينا، واحنا ذمتكم واضح على كل